تشاهد الحركة التجارية بعد المرة؟ احنا بالبورصة وحركة التجارة ضعيفة حيل. ليش؟ يعني سبب أول شيء البطالة، واثنين المستشفيات الجسور كلها هاي مهمله، هاي كلها انقاض الاعمار وكلها تصليح يا لصيح حركه تجاريه. يعني دور كبير هاي طبعا طبعا اذا هسه ابسط شيء هذا البنك اليمنى، هذا البنك لو مفتح او يعني عملوا له اعمار موظفين يعني موظفين المزارعين التجار كله طبعا كله صيح حركه. يعني بوقت بالتسعينات ثلاث ارباع الحركه مال العمل كلها على هذا المصرف، كان كلها اخذ خذ وانطي. وهسه كلها متوقفه، هسه المستشفيات ماكو، كان الناس كلها تجي على المستشفى، هسه ما حد يجي على المستشفى. يعني هو سبب رئيسي في هو يعني يقول لك يمكن 80% هاي سببه. زين هسه شلون الحركه؟ هسه الحركه ماكو حركه، يعني تشع ساي قدامك، بس انا اقول لك وقت اللي يوزعوا رواتب يصير حركه. بس. اي ولو ما يوزعوا رواتب ماكو. نحن بمنطقه البورصه السوق الشريان الرئيسي بمدينة الموصل، نحن الحركة قوة الحركة وضعف الحركة هنا بالبورصة تعتمد على دعم الحكومة للمواطنين. الحكومة من تدعم المواطن أكيد راح يصير، يعني مو بس بالموصل، بأي مكان بالموصل راح يصير الحركة. ثاني شيء الحركة تعتمد، يعني قبل ما 2014 كانت الحركه هنا بالجانب الايمن حركه، هذا السوق الرئيسي، هذا السوق الحقيقي، هذا يعني سوق يغطي الموصل كله. هسه يعني قله الجسور عافيه، ثلاث سنوات اربع سنوات بعد التحرير لحد الان جسر واحد ما كملوا لنا. نعم ياثر عليكم هاي طبعا الجسور تاثر، مستشفيات تاثر، هنا بالموصل ماكو دائره حكوميه رجعت، يعني لا مجلس محافظه لا الدائره، ابسط شيء الاقسام الداخليه اللي جوا عننا، المدارس المستشفيات لحد الان مهدوده، ما حد دم. الحركه عندكم الناس؟ والله العظيم الحركه يعني بس وقت انطلاق الرواتب المواطنين يصير حركه، ولا منطقه البورصه كل هي جمله، يعني كل شيء موجود فيها متوفر. باقي الايام نقول الحمد لله والشكر. يعني شنو الحركه مالكم هسه حاليا؟ والله الحركه هسه تمن على الطحين، اكثر شيء على الشكر، شاي، البرغل، الفاصوليا، الحمص. والله اسعارنا كلها زين يعني ومناسبه ان شاء الله. يعني ارخص من غيرهم ماكن؟ ايه ارخص. زين ليش ما اكو حركه يعني قويه مثل ما قبل كانت البورصه ما شاء الله؟ يعني قبل كانت هنا البورصه ما شاء الله يعني حركه قويه وكل الزينه، فهسه فتحوا بالقرى والارياف. اللي كان يجي علي من القرى والارياف هسه يجون على مناطق ابعد، يعني بعيده شويه، وكن صارت اسواق كبيره. نعم. مولات و بلاش قد فتحون بلاش قد حجون؟ والله نحن نفتح من الصبح تقريبا الساعه 8:30 8 نعزل تقريبا المغربيات بويا وذان المغرب.